التاسعة إلا ربع موعد المسائية ومستهلها كالعادة بالعناوين. تركيا وسوريا تحصيان الخسائر غداة الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي وبلغ صداه الشمال السوري. المساعدة الدولية في طريقها للمناطق المنكوبة والحصيلة في ارتفاع متواصل. من بين الضحايا سيدة مغربية مقيمة بمدينة أنطاكيا لقت حتفها تحت الأنقاض. ومجلس النواب والمستشارين عقد اليوم جلستين خصصتا لاختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تميزتا بالمصادقة على عدد من النصوص القانونية. ووضعية الأسعار وتموين الأسواق ومراقبة التلاعبات موضوع اجتماعات متتالية عقدت بعدد من عمالات وأقاليم المملكة استعدادا لشهر رمضان الأبرك، نرصد جانبا منها في المسائية. ومواجهة مثيرة في مباراة نصف النهائي تجمع غدا بالرباط فريقي الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني بطل أوروبا ضمن منافسات المونديالتو المقامة هنا بالمغرب. أهلا بكم إلى التفاصيل، لا حديث سوى عن ما يجري في الجنوب التركي والشمال السوري. عملية البحث عن ناجين تتواصل في سباق مع الزمن وفي ظل طقس شديد البرودة، وذلك غداة الزلزال القوي الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 6250 شخصا. من بين ضحايا الزلزال مواطنة مغربية تبلغ من العمر 51 سنة لقيت حتفها بمدينة أنطاكيا جنوب تركيا وفق ما أفادت سفارة المملكة المغربية بأنقرة. الراحلة كانت متزوجة بمواطن تركي، بينما ابنها البالغ 16 عاما تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لجروح خفيفة وهو الآن بصحة جيدة. المشهد من تركيا وهي تستجمع قواها بعد صدمة الزلزال يرصده سعيد أجانا. يصلون الليل بالنهار ويتسابقون مع الزمن وسوء الأحوال الجوية لإنقاذ الناجين من زلزال تركيا. كارثة طبيعية خدشت قلوب كل من رأت عيناه هذه المشاهد الصادمة، فبتركيا لوحدها توفي أزيد من 3400 شخص فيما أصيب أكثر من 20,000 مواطن، ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعلان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة، كما أشار أنه تم تعبئة أزيد من 240 فريقا طبيا لمساعدة الناجين. حاليا تم تعبئة 5000 عامل في مجال الصحة بمناطق الزلزال، بالإضافة إلى 26 طائرة شحن وسفن وقوارب خفر السواحل لإنقاذ الناجين، فنحن نواجه إحدى أكبر الكوارث الطبيعية في تاريخ الجمهورية. هول الصدمة كان أثره كبيرا على السوريين أيضا، فهناك من لا يزال يعيش على قيد أمل خروج أقاربه العالقين تحت الأنقاض، فعدد القتلى بسوريا فاق 1600 شخص وأزيد من 3600 مصاب فيما تتواصل عملية الإنقاذ لحدود الساعة. كسر ظهرنا والله، كسر ظهرنا والله، كسر ظهرنا، تلاقي العجائك خينيس همي لهلق تحت الأنقاض. محسن طالعة أخويك وعب طالعه هلق، أخوي التاني كمان لسه ما طلع من تحت الأنقاض. زلزال وصف بالعنيف والمدمر جعل أنظار البشرية الجمعاء تتجه صوب تركيا وسوريا لما خلف من خسائر بشرية ومادية كبيرة، فمنظمة الصحة العالمية قالت إن عدد المتضررين قد يصل إلى 23 مليون شخص. منظمة الصحة العالمية قدرت أن يصل عدد المتضررين من الزلزال المدمر إلى 23 مليون شخص. والمجتمع الدولي وفي أعقاب إعلان تركيا وسوريا حالة الطوارئ بعد الزلزال تعبأ لتقديم المساعدات الضرورية، حيث أعلنت أكثر من 45 دولة نيتها إرسال مساعدات وفرق للإنقاذ عبر جسور جوية لنقل المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة. عودة إلى سعيد أجانا. جسور جوية ومساعدات من كل دول العالم لدعم تركيا وسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال، حيث بدأت فرق الإنقاذ المعدات والمواد الغذائية في الوصول إلى تركيا، وذلك بعد أن عرضت أزيد من 45 دولة إرسال مساعدات موجهة بشكل أساسي إلى البلاد. ففي فرنسا اتجه 139 من عمال الإنقاذ التابعين للأمن المدني إلى تركيا وتحديدا المناطق المنكوبة،
فيما أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة قدرها 25 مليون دولار لإطلاق الاستجابة الإنسانية بهدف تقديم المساعدة العاجلة وإنقاذ الأرواح. أما قطر فتوعدت بإنشاء مستشفى ميداني وإرسال فرق البحث والإنقاذ، كما أرسلت الإمارات طائرات نقلت مساعدات طارئة إلى كل من سوريا وتركيا، وقدمت 100 مليون دولار مناصفة بين البلدين. أما فلاديمير بوتين فأشار إلى أن بلاده أرسلت عمال الإنقاذ وأكثر من 300 جندي روسي باشروا الاثنين المساعدة في رفع الأنقاض. البيت الأبيض بدوره أرسل فرقتين تتألف كل منهما من 79 مسعفا لتقديم المساعدات العاجلة للمصابين. وعلى إثر ذلك سفارة المملكة المغربية بأنقرة دعت العائلات التي لها أقارب في المدن والمناطق التي ضربها الزلزال إلى موافاتها بالمعلومات الخاصة بهم، وكذا صور عن البطاقة الوطنية وجواز السفر للمعني بالأمر في حال توفرها. السفارة أهابت بالمعنيين بهذا الأمر الاتصال بها عبر الأرقام المبينة هنا خلفي، أو إرسال تلك الوثائق التي أشرت إليها إلى الأرقام المبينة هنا، يعني عبر الواتساب أو عبر الإيميلات التالية المبينة هنا خلفي والتي تخص سفارة المملكة المغربية بأنقرة. نطوي ملف زلزال تركيا وسوريا ونعود وطنيا، حيث عقد مجلس النواب ومجلس المستشارين جلستين خصصتا لاختتام الدورة الخريفية للبرلمان والتي تميزت بالمصادقة على عدد من النصوص القانونية. روبورتاج هشام السني، أسامة غرامي، والمتابعة لجهان دبلالي. مجلس النواب يصل اليوم إلى ختام الدورة الخريفية والتي تميزت بالمصادقة على عدد من النصوص القانونية، حصيلة تعززت كذلك بمراقبة العمل الحكومي. اليوم تم اختتام الدورة الخريفية، وبطبيعة الحال تمت المصادقة على مجموعة من النصوص، 33 مشروع قانون وثلاثة المقترحات القوانين، الأغلبية قوانين يعني تأسيسية، فيها قوانين تنظيمية اللي كتهم مجال القضاء، مجال الحريات، الاستثمار، وبالإضافة إلى مجموعة من التقييم ديال مجموعة ديال السياسات العمومية. وفي جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية، تم استعراض حصيلة مجلس المستشارين على مختلف المستويات، ولعل أبرزها الموافقة على 42 نصا تشريعيا، بالإضافة إلى المصادقة على قانون المالية لسنة 2023. تم اختتام الدورة التشريعية الأولى لسنة التشريعية 2022-2023، والتي تميزت بأداء تشريعي مهم جدا، وهو الموافقة على 42 نص تشريعي أولا، وكذلك بالعمل ديال مراقبة العمل الحكومي ومراقبة تقييم السياسات العمومية أيضا. هذه الدورة تميزت كدورة أكتوبر دائما بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وقد كانت مجمل التعديلات التي قبلتها الحكومة قبلتها في مجلس المستشارين، خاصة لمكوناته ولكذلك الحس الاقتصادي والاجتماعي المتواجد في المجلس. يشار إلى أن حصيلة الدورة الخريفية تميزت أيضا بجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، والتي بلغت بمجلس النواب 3 جلسات. والاتحاد الأوروبي يسعى إلى حماية حدوده من الانبعاثات الكربونية، مما دفعه إلى تنظيم لقاءات مع الدول المصدرة لمنتوجاتها الصناعية لإحاطتها علما بهذا المستجد. بمجلس المستشارين نظم لقاء حضره مسؤولون أوروبيون تمحور حول ملائمة السياسة الصناعية للمغرب وفق المعايير الجديدة لأوروبا. تفاصيل مع جادة بردان وزينتي المولودي. فيرونيكا إرتل عن البرنامج الأوروبي للأمن الطاقي تضع المحركات الصناعية المغربية أمام تحدي جديد. قريبا أوروبا ستعقل الصناعات القادمة إلى حدودها بشروط بيئية الكربون غير مرغوبين فيه. هذا يعني أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تستوجب تعديلات على مستوى السياسة الصناعية لتحقيق الملائمة والاستعداد لهذا التغيير في السياسة الأوروبية في المجال. النقاش مع مستشاري الأمة كان عميقا بالنظر لأهمية المحتوى، قطاعات صناعية حالية ومستقبلية معنية بهذه الملائمة، غير ذلك يعني تضريبا للمنتوجات المغربية، أما انخراط المصنع المغربي يعني تنافسية أكبر في السوق الأوروبية وتجنبا للمصاريف الإضافية، ثم تقليلا لانبعاثات الكربون.
ولكن كذلك ما يجب العمل عليه من أجل ترافع حول مدى يعني نجاعة هذا القرار اللي اتخذته أوروبا، واش هو مناسب كذلك لاتفاقية مدريد، واش هو مناسب كذلك للاتفاقية حول التجارة الدولية وعلى مسألة العولمة. إذن منه ستصدر صاد يعني أمور اللي غادي يمكن نعتمد عليها في إطار العمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل يعني الملائمة مع هذه مع هذا القرار. وخطى المغرب خطوات متقدمة في اتجاه الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة، وله تجربة رائدة قاريا ودوليا في المجال. استعدادا لشهر رمضان الأبرك، عقد بمقر وزارة الداخلية اجتماع حضره مختلف المتداخلين لبحث التدابير المتعلقة بضمان التموين العادي للأسواق، وكذا مواجهة الممارسات التي تعرقل السير العادي لعمليات التسويق. روبورتاج هشام السني والتحرير لشيماء العلام. في وقت تواصل فيه بعض أسعار المواد الغذائية منحها التصاعد، اجتماع عقد عشية اليوم بوزارة الداخلية خصص لمناقشة الأسعار وتموين الأسواق المغربية قبل شهر رمضان، وكذا الإجراءات الكفيلة لضمان تموين عادي للسوق خلال الشهر الفضيل الذي يعرف ارتفاعا كبيرا في الاستهلاك. بالرغم من هذه الظرفية الصعبة سواء على المستوى العالمي اللي كيتمثل في غلاء مجموعة من المواد أو أيضا في ظل قلة التساقطات المطرية، فالحمد لله السوق الوطنية ما غاديش يكون هناك أي مشكل يعني بخصوص وفرة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا. الإجراءات السباقية اللي اخذتها الحكومة من أجل تموين السوق الوطنية من الحبوب والقطاني والمشتقات ديالها، لا فيما يخص استيفاء الرسوم الجمركية ولا فيما يخص وضع واحد المنحة جزافية لاستيراد فيما يخص القمحليين، مكنات من تموين السوق الوطني جميع المواد. خلال الاجتماع تم تأكيد وفرة في المواد الغذائية وأن العرض سيغطي الطلب بالرغم من الارتفاع المهول في الأسعار. غاز البوطان هي كتعرف واحد الاستهلاك في المغرب صراحة ديال تقريبا 1.7 ديال المليون طن سنويا، هي واحد المادة اللي كتعرف واحد الاستهلاك مرتفع في خلال شهر رمضان. الوزارة ديال الانتقال الطاقي خدت جميع التدابير باش يكون تموين بهذه المادة الحيوية خلال شهر رمضان بصفة عادية ومنتظمة. يخص لونصا، فهي لونصا كتكلف بمراقبة المنتجات الغذائية عند الاستيراد وكذلك بالوحدات الصناعية لأن هي كتكون ترخيص ديالها من طرف المصالح لونصا. فيما يخص مراقبة المنتجات المستوردة، كنتأكدوا بأن المنتجات المستوردة كتخضع للمعايير المعمول بها وعاد كيتم الترخيص لها بدخول السوق الوطني. الاجتماع تم تخصيصه أيضا لطرح التدابير التي سيتم اتخاذها على مستوى الجهات والعملات والأقاليم لتكثيف عمليات مراقبة جوثة المواد الغذائية والتصدي لأي ممارسات تجارية تضر بالمواطن. في سياق متصل بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، تم عقد اجتماع خصص لتدارس مختلف الإجراءات الكفيلة بضمان تموين الأسواق ولكن كذلك التصدي للممارسات المخلة بالسير العادي استعدادا لشهر رمضان الأبرك. نستمع لمقتطف من تصريح محمد الشرقاوي مدير الشؤون الاقتصادية وإنعاش الاستثمار بولاية جهة الدار البيضاء سطات. هذا الاجتماع يندرج في إطار المجهودات الدائمة والمستمرة اللي كتبذلها وزارة الداخلية سواء على المستوى المركزي أو المصالح الخارجية ديالها، الجهات والعمال الولايات والأقاليم والجهات، في إطار ضمان تزويد عادي مستقر للسوق بالمواد الأساسية والمواد الأكثر استهلاكا، ويعني محاربة جميع الممارسات الغير قانونية من قبيل المضاربة أو الاحتكار. وعلاقة بالموضوع دائما، احتضن مقر ولاية جهة فاس مكناس مساء اليوم اجتماعا حول التدابير العملية لتتبع وضعية التموين والأسواق ومراقبة الأسعار على مستوى نفوذ العمالة. الاجتماع خلص إلى تكثيف عملية المراقبة لضمان استقرار الأسعار. تفاصيل أكثر في روبورتاج أسامة أفقير بعدسات إدريس الكون. خلال هذا الاجتماع الذي جمع السلطات المحلية بعمالة فاس ومختلف المصالح المختصة، تم التأكيد على وفرة المنتوجات الاستهلاكية في جميع الأسواق الكائنة بعمالة فاس. ارتفاع الأسعار تم تأكيده وإبراز أسبابه.
تم تسجيل تعدد يعني الوسطاء ما بين الإنتاج ما بين المنتج والمستهلك النهائي، خصوصا أنه يعني هذا يعني مسألة غير مبررة. الحكومة يعني خصصت دعما مهما في هذا الشأن. ولضمان استقرار الأسعار، السلطات المحلية بعمالة فاس بمعية المصالح المختصة سطرت برنامجا يوميا للمراقبة على مستوى جميع نقاط التوزيع والبيع. سيتم اتخاذ يعني إجراءات لازمة حاسمة فيما يتعلق بمراقبة يعني هذه المسالك، وسيتم تطبيق يعني القانون بشكل صارم على مختلف يعني الممارسات التي قد تسجل في هذا الشأن، من أجل يعني أن يصل المنتوج النهائي إلى المستهلك النهائي بثمن يراعي القدرة الشرائية للمواطن. هذا الاجتماع جاء قبل أسابيع من حلول شهر رمضان المبارك الذي يكثر خلاله الاستهلاك، اجتماعات أخرى مبرمجة من أجل ضمان جودة المنتوجات الاستهلاكية وأسعارها الحقيقية. الحديث اليوم في الشارع المغربي سوى عن أثمنة المواد الاستهلاكية التي تسير في منحى تصاعدي أرهق كاهل المواطنين. في ذات السياق، مجلس المنافسة عقد صباح اليوم لقاءه السنوي مع وسائل الإعلام في إطار التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ولتقريب الصحافة من أدوار هذه المؤسسة الدستورية. تفاصيل أوفى في روبورتاج محمد بوبكر وهدى جديد. لعل ما أضحى يثير انتباه المواطنين في الأيام الأخيرة هو أسعار عدد من المواد الاستهلاكية. ارتفاع لا تخطئه العين جعل مجلس المنافسة يسلط الضوء على طريقة تحديد الأسعار إلى جانب مسجدة قانون حرية الأسعار والمنافسة بصيغته الحالية. وهذا اللقاء هذا هو فرصة، بما أننا احنا في بداية سنة 2023، لوضع وتقييم أولي للسنة الماضية في عملية التركيز وعمليات أخرى، وهناك بطبيعة الحال تغيرات اللي عرفها الإطار القانوني للمنافسة اللي يمكن نتكلم عليها. اللقاء جمع وسائل الإعلام المغربية بمختلف أنواعها حول حلقة نقاش تناولت مواضيع مختلفة، لا سيما دور وسائل الإعلام في قضايا المنافسة. اليوم مجلس المنافسة كيعطي فرصة لوسائل الإعلام بأنها تعرف أكثر على النظم وتشريعات المنافسة، وتساهم بشكل فعال في نشر ثقافة المنافسة. ولتحقيق هذه الغاية، مجلس المنافسة يستعين بخبراء من دول بولندا، اليونان وإيطاليا، خبراء استعرضوا طريقة التعاون بين سلطات المنافسة والصحافة. دور الإعلام مهم جدا للإطلاع على كل ما يتعلق بقضايا المنافسة. المتدخلون خلال اللقاء أكدوا أن القانون يمنح لمجلس المنافسة سلطة اتخاذ القرارات وإبداء الرأي إزاء الممارسات المخلة بالمنافسة، لا سيما الاحتكار. المسائية ما تزال متواصلة على القناة الثانية، نتابع في شقها الثاني. ملتقى التوجيه للجامعات الإسبانية بالرباط في دورته السابعة يحط الرحال بالرباط في ثاني محطاته بعد مدينة الدار البيضاء. والدورة التاسعة من السباق التضامني الصحراوية انطلقت بالداخل بمشاركة فرق نسائية من داخل المغرب ومن خارجه. إذن كما أسلفت، سفارة إسبانيا بالرباط وبتنسيق مع المصلحة الإسبانية لتدويل التربية نظمت ملتقى التوجيه للجامعات الإسبانية بالرباط في دورته السابعة. هي ثاني المحطات بعد محطة الدار البيضاء والمحطة المقبلة بتطوان. نادية أحتا وهدى جديد. الدورة السابعة لملتقى الجامعات الإسبانية فرصة للتلاميذ والطلبة المغاربة لاكتشاف مختلف التكوينات التي تتوفر عليها الجامعات الإسبانية. أكثر من 20 جامعة عمومية وخاصة تحضر هذا الملتقى الذي يعرض أكثر من 100 شعبة علمية وتقنية وفنية. جينا نشوفوا هنا شنو الآفاق اللي كاين هنا، شنو لي زوبسيون اللي نقدروا نقراوهم هنا. وصافي جينا انا بعدا بيرسونيلمون شخصيا جات نسول على الترجمه والديزاين،
وشوفي الا كان ممكن زعما نكمل قرايتي برا في اسبان ان شاء الله علاش لا. ونعرفوا بزاف هاد لي شوا اللي من غير اللي كاينين في المغرب افيك لي سكولارشيب وبزاف ديال الحوايج اخرين باش يكونوا عندنا بزاف ديال لي شوا باش ما نكونوش كابتيف لدي شوا ليميتي هنايا في المغرب. اليوم جيت للملتقى الجامعات الاسبانيه باش نتابع الدراسه ديالي في اسبانيا بالضبط في التربيه البدنيه. وكنشكر هذا الملتقى اللي عطى الطلبه فرصه. مهني التعليم العالي الإسباني يحضرون هذا الملتقى للإجابة عن تساؤلات واهتمامات الشباب بخصوص متابعة الدراسات العليا بإسبانيا، كل من رواقه الخاص يقدم التوجيه الممكن. نحن هنا في الرباط في هذه التظاهرة الثقافية نعمل على توجيه الطلبة الراغبين في إتمام دراستهم بإسبانيا. نحاول تقديم معطيات تفيدهم في مسارهم الدراسي المستقبلي. ونحن سعداء بتواجدنا هنا في مدينة الرباط التي حظينا فيها بحفاوة الاستقبال. Estamos muy contentos de estar aquí en Rabat. فتح آفاق أخرى للتلاميذ باش يلقاو يعني الشعاب ويلقاو المشاريع ديالهم وتهيئ كذلك التلاميذ ديالنا والطلبة باش يكونوا يعني يكونوا في المواعيد بالنسبة للعلاقة الاقتصادية والديناميكية اللي كيعرفها المغرب وإسبانيا. هذا الملتقى الإعلامي والتربوي بعد مدينة الرباط ستستضيفه مدينة تطوان يوم الخميس المقبل، مناسبة للتلاميذ المغاربة لاكتشاف آفاق الدراسة وفرص الشغل لمختلف الشعب بالجامعات الإسبانية. ولتسلط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا من مكتبنا بالرباط بابلو ثيريثو خيمينيث مساعد مستشار مكتب التعليم بسفارة إسبانيا بالمغرب. مرحبا بك سيدي. إذن كما أشرنا في هذا التقرير هذا الروبورتاج قبل قليل هذه هي الدورة السابعة لهذا الملتقى ملتقى التوجيه للجامعات الإسبانية بالمغرب. قبل هذه المحطة محطة اليوم كانت محطة الدار البيضاء والخميس المقبل سيحط الرحال بمدينة تطوان. ماذا عن أهم الخلاصات التي يقدمها هذا الملتقى لزواره؟ إذن أول شيء شكرا جزيلا على الاستضافة. وكيف ما قلتي هذه بدينا البارح في كازا، اليوم كنا في الرباط، غنكونوا يوم الخميس إن شاء الله في تطوان. جاءوا أكثر من 22 جامعة في المنظومة الإسبانية، أكثر من 80 جامعة في المنظومة الإسبانية للتعليم العالي. ولكن ممكن من جاءوا بعض من أحسن الجامعات اللي كاينين تما، مثلا الجامعة الأوطانية في مدريد، بعض الجامعات في برشلونة، جامعة فالنسيا، غرناطة، إشبيلية، ملقا إلى آخره. ومن أهم شيء بالنسبة لنا كان الرجوع إلى الحضوري، يعني مر سنتين إحنا كنظنوا بلي مهم بزاف للطالب المغاربة للطالب المغربي الطالبة المغربية تكون عندهم الفرصة باش يلقاو نيشة مباشرة مع ممثلين للجامعات الإسبانية، يسولوا يتعرفوا على العروض والشروط للولوج إلى الجامعة إلى آخره. بابلو هذا هو سؤالي سيد بابلو، بغيت نسولك على الشروط. بالفعل الشروط اشرت لنا كاينه شروط، شنو هي الناس اللي بغيو يشوفونا اليوم ويعرفوا شنو هي اهم الشروط اللي كتوضعها الجامعات الاسبانيه في مختلف الشعب بالنسبه للطلبه المغاربه اللي بغاو يختاروا تكوين الاكاديمي في اسبانيا؟ الشروط ممكن غنحاول نلخص الاجاءات معقده لحد ما، ولكن ممكن نركز على خطوتين. يعني الخطوه الاولى مهمه بزاف هي طلب المعادله ديال الباك المغربي. والنصيحه ديالنا يمكن للطالب ان يدفع حاليا في شهر 2 شهر 3 الاوراق ديالو للحصول على المعادله، واخا هو ما غاديش يحصل على الباك المغربي حتى في شهر 6. ولكن مهم بزاف يبدا من دابا بتلك الاجاءات، هذه الخطوه الاولى. الخطوة الثانية خاصة يفكر في الامتحانات اللي تنظمهم
الجامعة الوطنية للتعليم من بعد هنا في المغرب، الطلاب المغاربة يقدروا يدوزوا دوك الامتحانات إما في كازا، إما في الرباط، إما في تطوان. خاصهم يختاروا بعض المواد، ستة ديال المواد بصفة عامة، والمواد على حسب التخصص ديالهم. على كل حال هذا الأساس. من بعد خاصو يخوض بعين الاعتبار الطالب شنو الجامعة اللي هو بغى يقرأ فيها، شنو التخصص اللي بغى يقرأ، حتى الإقليم على حسب الجهة. نعم سي فابلو، الشروط يقدروا يكونوا مختلفين. نختموا بهذه الفكرة هي الأخرى. الخطوة والفكرة الأخيرة، الفكرة الثالثة، احنا كنظن بلي هو خاصو يتصل نيشان بالجامعة اللي هو بغى يقرأ فيها. عرفتوا دابا في المواقع على الإنترنت كل المعلومات، الشروط مختلفين على حسب الجامعة، وحنا كنظن بلي خاصو يتصل نيشان باش يشوف الشروط. شكرا جزيلا لك سيد بابلو سيريثو خيمينيث، مساعد ومستشار مكتب التعليم بسفارة إسبانيا بالمغرب، وهنيئا لك بهذه العربية الجميلة وهذه الدارجة الأجمل. نتحول إلى أقصى جنوب المملكة، حيث انطلقت أول أمس بالداخل فعالية الدورة التاسعة من السباق التضامني الصحراوي الذي يمتد إلى غاية 11 من فبراير الجاري. هذا الحدث الرياضي الذي تشارك فيه فرق نسائية من المغرب وخارجه والذي تنظمه جمعية خالج الداخلة يشكل تجربة رياضية تضامنية نسائية مفتوحة في وجه كل النساء في الفضاء الاستثنائي لمدينة الداخلة المتميز بجمال مؤهلاته الطبيعية بين المحيط الأطلسي ورمال الصحراء الذهبية المغربية. ومن بين المشاركات هذه السنة سفيرة النوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي التي حازت لقب أحسن مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إحسان بن علوش صانعة المحتوى. إحسان مرحبا بك، كنظن هذه أول مرة غادي تزوري الداخلة، بعد كيفاش جاتك يعني الداخلة وكيفاش جاوك الأجواء ديال هذه المدينة الساحرة؟ صحيح. مدينة جميلة جدا، والله لا وندمت بزاف أنه أول مرة كنزورها، وعلاش ما زرتهاش من قبل. والله لا الصراحة المغرب ديالنا فيه بزاف ديال المناطق اللي كتحتاج منا أنه ناخذ من وقتنا ونجي ونكتشفوها. طبعا شنو بالنسبة لك يعني أهمية أنك شاركتي في هذا السباق اللي كنعرفوه سباق تضامني؟ هذه السنة هي الدورة التاسعة. طبعا كاين هذا الشق المتعلق بالجانب الرياضي المنافسات، لكن كذلك وهذا هو كنظن الأهم، هو أن هذه فرصة المشاركات أنهم يعرفوا هذا العالم كله بهذه المدينة، بهذه الجهة، بهذه المنطقة اللي كتزخر مؤهلات ومؤهلات كبيرة، والحمد لله كان لي شرف أنني قضيت فيها سنوات مهمة من عمري. شنو أهمية مشاركتك اليوم في هذا السباق ديال الصحراوية، واللي أنت طبعا كمؤثرة وعندك متابعين من داخل المغرب وخارجه؟ صحيح، أول حاجة المبادرة ديال الصحراوية كتعلمنا بزاف ديال الحاجات. هي ماشي مجرد سباق، هي سباق تضامني. سباق كيعلمنا أنه أهمية الرياضة أول حاجة، ثاني حاجة قداش خاصنا نتحداو راسنا، نتحداو المخاوف ديالنا، ونعرفوا بأن نعرفوا راسنا أكثر، وهذا الشيء اللي طرى في هذه المبادرة الحمد لله. ثاني حاجة قلنا أنه تضامني، راه كل مشاركة ولا كل بينوم كتعرف بالرسائل النبيلة ديال الجمعية اللي كتمثلها. كل ثنائي كيمثل واحد الجمعية اللي منها كنجمعوا التبرعات ومنها كنديروا نداء إنساني. ففي تعلمنا بزاف ديال القيم، قيم التضامن، بزاف ديال الحاجات اللي كنتمنى أن النساء يجربوا حتى هما يكونوا في المبادرة ديال الصحراوية، علاش لا. شكرا جزيلا لك إحسان بن علوش، وحظ موفق لك في هذه المنافسات ديال الصحراوية، وعلاش لا ما تاخذوش أنت والرفيقة ديالك لقب هذه الدورة. رياضيا دائما الأنظار تتجه مساء يوم غد بداية من الساعة 8 مساء إلى المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، والذي سيكون مسرحا لمواجهة مثيرة في مباراة نصف النهائي والتي ستجمع فريق الأهلي المصري ممثل الكرة الإفريقية المتبقي في المونديالتو وريال مدريد بطل أوروبا. تقرير محمد قطة.
عملاق الكرة الإسبانية ريال مدريد للقبض على اللقب الخامس والأهلي المصري لبلوغ النهائي لأول مرة في تاريخها، قمة مثيرة تلك التي تضع الفريقين وجه لوجه. كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد لم يخفي إعجابه بما تتوفر عليه المملكة من بنية تحتية. المغرب بلد يقوم بمجهودة كبيرة، بنيات تحتية من مستوى عالية وأجواء رائعة هنا، يجب أن نهنئهم على العمل الذي يقومون بها. فريق ريال مدريد بطل أوروبا والمدجج بمجموعة من الأسماء والنجوم يدخل منافسة مونديال الأندية بداية من دور النصف النهائي في مواجهة فريق عربي إفريقي خبر تضاريس المنافسات. نادي الأهلي له تاريخ عظيم، فريق توج بعديد الألقاب، لديهم خبرة في هذه البطولة ولديهم تنظيم جيد مع لاعبين مميزين. نادي القرن الأهلي المصري يشحذ أسلحته للإطاحة بالنادي الملكي ريال مدريد بمعنويات مرتفعة. أصدقاء محمد الشناوي يستعدون لاجتياز اختبار الفريق الإسباني ريال مدريد. احنا بنحب نلعب مع فرق كبيره وبنحب نكون موجودين مع الفرق الكبيره اللي زي ريال مدريد وبايرن ميونخ، ناخد مركز اكتر من المركز الثالث، نوصل ان شاء الله للنهائي. دي طموحنا اللي احنا جينا عليها من اول البطوله. احنا كتير في المغرب دايما هي بلدنا الثانيه، احنا ما بنحسش دايما بالغربه او ما بنحس ان احنا في بلد بعيد عننا. المغرب بلدنا جميله طبعا وكل الناس في ظهرنا دايما. لا مستحيل في كرة القدم. في ثامن مشاركة له في مونديال الأندية، الأهلي المصري يبحث عن المفاجأة وتحقيق أول انتصار لنادي عربي إفريقي على فريق أوروبي في هذه المنافسة منذ انطلاقتها وبلوغ المشهد الختامية. وفي الأثناء تجرى مباراة نصف النهائي الأول لكأس العالم للأندية والتي تجمع بين فريقي الهلال السعودي وفلامينكو البرازيلي. المباراة التي تجرى على أرضية ملعب طنجة تلعب في شوطها الثاني، والنتيجة إلى حدود الساعة تفوق الهلال السعودي بهدفين لواحد سجلهما سالم الدوسري. والختم من أزمور الحضارة والتاريخ، مدينة بنت مجدها على ضفاف نهر أم الربيع وشكلت موقعا استعصى على البرتغاليين الذين شيدوا القلعة العسكرية في الجديدة عوضها. حسن اللحمدي يحاول سبر أغوار تاريخ المدينة عبر السفر في الزمن، ينقلها لنا عبر صور جوية التقطها هشام الكرتي. عبر المحيط الأطلسي دخلها الفينيقيون والرومان وبعدهم البرتغال. هؤلاء وجدوا أمامهم حضارة إنسانية ضاربة في عمق التاريخ. أزمور كانت هدفا استراتيجيا شغل بال البرتغاليين قبل احتلالها، قلعة النضال والمجاهدين والتصوف كذلك. البرتغاليين لما احتلوا أزمور بعد 50 سنة من المتاجرة معهم غادي يحتلوها في 1513، وبالمعرفة العلمية ديالهم وكذلك بالمقاربة الأمنية فعرفوا بلي أن المصب ديال أم الربيع كيقدر المنسوب ديال الرمله الا طلع فيه ماشي بحال اليوم، غيطلع واحد شويه اللي ما غيخليش البواخر الكبيره والسفن تدخل وتخرج. الا حاصرهم المغاربه ما غاديش يقدروا السفن اللي فوق ام الربيع تخرج، وما غاديش تقدر تجيهم يعني الدعم من لشبونه. غير البرتغال وجهتهم نحو مدينه الجديده لتشييد قلعتهم العسكريه، لكن أزمور ظلت قاعده مهمه للتغلغل في عمق دكاله عبر نهر ام الربيع بهدف تقوية المبادلات التجارية بين أزمور ولشبونة. كان ديك الساعة غير أزمور وأسفي هما اللي كانوا في دكالة في هذه المنطقة كحوادر كبرى، فبطبيعة الحال كانوا كيطلعوا مع الوان، لأن على حساب الأمن ملي كيكونوا مأمنين المسار ديالهم. البرتغاليين بين قوسين ما كانوش محبوسين غير في القلاع ديالهم، علاش هما غادي ياخذوا يختطفوا مصطفى الأزموري؟ لأن في المشي ديالهم مع الواد والسيد هو في الواد وكذا باش غادي يختطفوه. مصطفى الأزموري أول عربي وأمازيغي وإفريقي تطأ قدماه أرض أمريكا الشمالية. إلى جانبه أحد الرموز التي أثرت تاريخ أزمور نستحضر عائشة البحرية، هذه المجاهدة التي جاءت من بغداد للتبرك بالقطب الصوفي والعلمي بوشعيب الرداد. غنى تاريخي لأزمور لا يمكن فصله عن نهر أم الربيع.
الهيبه ديال ازمور جاتها من ام الربيع، والهيبه ديال ام الربيع جات من ازمور. شحال من مدينه كاينه على ام الربيع من عين لحو حنا جايين، ولكن ما كاينش اللي خدات الوجاهه واللي خدات واحد الصيت قد ازمور، لان جات الواد كان نابت مع لا فاليز مع لا ميراي ديال مدينه ازمور. هو واحد الارتباط كذلك سيكولوجي، لان كيولي في الممارسه الثقافيه ديال الناس ديال الساكنه ديال ازمور في الارتباط ديالهم مع الوادي. اليوم كيحسوا بحال عندهم واحد المصراني يمكن تقطع، لان ملي تلوت الواد ومشى الشابل اللي كان هو السبب ديال دخول البرتغال لازمور. تاريخ ازمور لا ينبغي اختزاله فقط في فتره الوجود البرتغالي بالمنطقه، بل هو تاريخ غني من حيث المرجعيات التاريخيه والثقافيه كذلك. ازمور تبحث اليوم عن انطلاقه جديده لتشييد جسور بين ماضيها المشرق وحاضرها، من خلال بعث الحياه في مصب النهر الخالد ام الربيع حتى يعانق امواج المحيط الاطلسي. صور جميلة وتعليق أجمل. في ختام المسائية إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. تركيا وسوريا تحصيان الخسائر غداة الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي وبلغ صداه الشمال السوري. المساعدة الدولية في طريقها للمناطق المنكوبة والحصيلة في ارتفاع متواصل. من بين الضحايا سيدة مغربية مقيمة بمدينة أنطاكيا لقت حتفها تحت الأنقاض. مجلسا النواب والمستشارين عقدا اليوم جلستين خصصتا لاختتام الدورة الخريفية للبرلمان، وتميزتا بالمصادقة على عدد من النصوص القانونية. وكما تابعنا في المسائية، وضعية الأسعار وتموين الأسواق ومراقبة التلاعبات موضوع اجتماعات متتالية عقدت بعملات وأقاليم المملكة استعدادا لشهر رمضان الأبرك. وكما تابعنا مواجهة مثيرة في مباراة نصف النهائي تجمع غدا بالرباط فريق الأهلي المصري بريال مدريد بطل أوروبا ضمن منافسات المونديالتو المقامة هنا بالمغرب. لإعادة مشاهدة هذه النشرة أو الاطلاع على الأخبار الوطنية والدولية يرجى التفضل بزيارة موقعنا على الأنترنت أو تصفح منصاتنا على مواقع التواصل. في الختام لكم تحية طاقم النشرة، شكرا لوفائكم، دمتم بخير، في أمان الله.